ورجعنا لكم من الفاصل. احنا رجعنا لكم وانتوا رجعتوا لنا. دلوقتي المكرونه خلاص يعني فاضل لها حاجه بسيطه وتستوي، وهبص على السلمون. ادي السلمون، ادي السلمون خلاص جاهز. انا هطفي عليه وهسيبه متغطي. تمام كده. هعمل ايه بقى؟ هجيب بولة هحط فيها حبة مية من سلق المكرونة، علشان انا يمكن احتاجها لما اعمل هعمل الصوص بتاع المكرونة، يمكن احتاج شوية سائل، فانا هخلي دول على جنب، انا مش محتاجة اكتر من كده. خلوني اشوف المكرونة اخبارها ايه. استوت، اصفيها. انا هحط الحلة على النار تاني، بس المرة دي هحطها على العين الوطي. انا هستعمل نفس الحلة علشان اعمل فيها المكرونة، اكمل بقية المكرونة. هتقولي لي ليه؟ هقول لك وفري في غسيل المواعين، ولا انتي غاوية؟ ادي المكرونه هحط عليها حبه زيت زيتون. هقلبها، بس انا عايزاها كلها ايه تتبطن بزيت الزيتون. ايه تتبطن دي؟ هحط عليها فلفل اسود. وهقلبها تاني علشان انا عايزه الفلفل الاسود يتوزع على المكرونه كلها. دلوقتي هجيب الجبنة. بنستعمل كمية جبنة كتير قوي للطبق ده. طبعا استعملي نوع الجبنة اللي يريحك، بس هقولك حاجة، حاولي على قد ما تقدري تستعملي نوع جبنة بيكون ليه طعم جامد شوية. بصوا دلوقتي بتمسك في بعضها. انا هروح مزوده حبه ميه من سلق المكرونه، علشان انا عايزه الجبنه تسيح وتتوزع في المكرونه كلها. شايفين؟ طبعا بما ان ما عنديش، هنقول عليها ايه، انا بقول عليها صفيحة، بس هي اسمها في اخوي الاخرى شياطة. لو عندك شياطة يبقى احسن حاجة انك تحطيها تحت المكرونة. في اي وقت بتعملي مكرونة ما ينفعش تكون النار مباشرة على الحلة، ولازم تكون النار متوزعة المكرونة زيه زي الرز. احسن حاجة انك تكون عندك شياطة علشان توزع الحرارة على
الحلة. انا هزود فلفل اسود تاني. اقول لكم الستات بتاعت زمان كانت بتعمل ايه. طبعا دلوقتي في اختراع اسمه شياطه وبدرع خشب وحركات ومناظر. الستات بتوع زمان كانوا بيجيبوا صفيحه السمنه ويفتحوا الصفيحه تبقى مدوره، وهي دي اللي كانوا بيستعملوها الشياطه. انا فاكره الكلام ده كان في بيت ماما، مش ناس القديمه كمان يعني، ده في بيت ماما. تمام كده هجيب الطبق هحط الريحة تجنن والشكل تحفة. شايفين لون السمك لونه بينك فاتح، حاجة يعني فوق الوصف. تمام كده هاخد بقى حبة الصوص اللي قاعد في النص ده هحطه عليه. هحط جنبها حبة المكرونة كده، زي ما انتوا شايفين الفلفل الاسود عامل شكل حلو قوي. ادي كده جبنة سايحة بتجنن وماسكة في بعضها وعاملة حاجات ما تتوصفش. هرش تاني حبة فلفل اسود صغنين وواحدتين جبنة كده، ايه رأيكم؟ نحط النجيلة تحت الورد. ادي كده ممكن نجيب واحدتين زعتر ونوزعهم في الطبق. انا عايزه بس ادي للطبق منظر جميل، والحاجات لما بتوزعيها بشكل غير منتظم بيبقى دايما شكلها احلى. عملنا النهارده سلمون بطريقه سهله جدا جدا. جبنا قطع السلمون من غير جلد وتبلناها بايه؟ ملح وفلفل وكركم وبابريكا وكزبره خضراء وزبادي، تقلبيهم مع بعض تحطي فيهم السلمون، سيبيهم على جنب حاجه بتاعت 10 دقائق. تكون انت في الوقت ده بتسلقي المكرونه، وبعد ما تسلقيها وتصفيها هتروحي حاطه المكرونه عليها حبه زيت زيتون وحاطه الجبنه اي نوع جبنه انت تحبيه، يفضل ان يكون الجبنه طعمها جامد شويه، او هنقول زي الجبنه الرومي طعمها جامد، زي لو شيدر متعتقه برضو بيبقى طعمها حلو قوي. هنحط الجبنه وهنحط فلفل اسود تقلبيها. خلصت المكرونه. السلمون هتحطيه في حبه زيت تغطيه هتسيبيه مفيش 10 دقايق استوى، هتحطيهم و
الصوص تبلقيه عليه، ما تسيبيش الصوص مش خلاص مش الحبه اللي تتبلوا فيهم، حطي الصوص معاهم في الطاسه وبعد كده جمليهم بيهم، هتحطيهم في طبقين مع بعض وتبقى كده. دي اكله سهله سريعه ما خدتش اي وقت خالص. اتمنى ان الطبقين يكونوا عجبوكم. هتلاقوا كل وصفاتنا موجوده على الويب سايت وعلى صفحتنا على الفيسبوك، وكمان هتلاقوا الفيديوهات بتاعتنا موجوده على اليوتيوب. اتمنى ان الطبقين يكونوا عجبوكم، ومع السلامه.